سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ صحيحه الوليدات، نهاركم مبروك ان شاء الله، الصحه والسلامه وباش ما تمنيتو ان شاء الله. اليوم غادي نوجدوا واحد الكيك، كيك عادي فور البوتي الدراري. غادي نبداو على بركه الله. هنا عندنا 4 تاع البيضات، عندنا 2 ساشيات تاع السكر الفاني، ساشي ديال الخميره 15 غرام فيها، كاس تاع واحد القبصه تاع الملحه، كاس ديال الحليب، كاس ديال السكر، كل كاس في هادو كتكون فيهم 100 غرام، كاس تاع الزيت. هنا غير باش نزوقو من بعد، عندنا واحد 2 معالق ديال الشكلاط كحل، شكلاط هكا. هنا عندنا 250 ديال الدقيق، عندنا 2 كيسان ديال العنبة ونص. يلا غادي نبداو على بركة الله. أنا هنا غادي ندير غير قوي تاع اليد، اللي بغا يدير طراب ديال الضو يديرو، علاش لا. كاس وندير واحد الطبسه ديال الملح، عندي هذاك الكاس ديال السكر، غادي نخلط كلشي هادشي حتى يتخلط لينا السكر مع الحليب مع السكر مع البيض. كنتحركو مزيان، غنزيد داك الكاس ديال الحليب والكاس ديال الزيت، نزيدو نعاودو نحركو هادشي مزيان. البيض باش ما تحرك مزيان الكيك تيكون تيطلع تيجي عالي. نديرو معلقة باش ما يبقاوش لينا في دوك الحبيبات محبب. هنا الدقيق راه معبور، غنزيدو هذيك الساشي ديال الخميرة، هادشي مع هاد الزيت. نخليو هاديك المعلقة، حتى نحيدو واحد 2 معلقات
ديالهاش، حيت غنزيدو فيها الشكلاط غتقصح عاد نزيدو داك الشكلاط. نقص غير شويه نخليها هكا على جنب، غنزيدو هادوك جوج معالق تاع الدقيق اللي بقاو. كنحصلو القوام اللي حنا محتاجين ليه. ملي تخلطات ليا هكا نجيب هداك المعلقة اللي عندي جوج معالق كبار، هنا خدمت المعلقة الصغيرة جوج معالق بحال ديما. ما الى حاولي الى جاكم ثقيل زيدوه شويه تاع الحليب، شي معلقه ديال الحليب. جاني تسكين غنزيدو شي قطيره ديال الحليب، حليب باش تطلق ما يجيناش قاصح. ملي كيتطلق هكا صافي كيرجع مطلوق، كيرجع تاني مطلوق كنخليو على جنب. كنجيبو واحد المول بحال هدا ديجا دهنتو بالزبدة، أنا مكنديرش الدقيق كندهن غير بالزبدة. شويه هكا ورا كيتسرح بوحدو، هاد العجينه كتمشي بوحدها كتكاد كتشد الفورم ديالها. كنحاول ندير الخليط ديالي بشكل متساوي، سي عندي الخيط
لا غير هكا ما نحركوش. دابا غادي نديرو في الفران اللي ديجا شالتو على 180 درجة، غادي نخليوه يطيب 25 دقيقة حتى 30 دقيقة. مازال ما خرجناهاش، واحد شويه جوج دقائق غنخرجوها. خرجنا الكيكه من الفران هي طاقه سخونه، هنا واحد المعلقه ديال الكونفيتور كندهنوها بها مزيان. ما فيش لي مورسو الكونفيتور هنا، ولينا الاختيار كنزوقوها باش ما بغينا ولا كنخليوها غير هكا. كنديرو ليها الكونفيتور هكا ملي كتكون سخونه. هنا عندي واحد شويه ديال اللوز مقلي ومحمر، كاين اللي كيبغي يدير الكوك، كاين اللي كيدير اللوز، كاين اللي كيدير ليها لي فخوي سيك هكا. كل واحد والاختيار ديالو. كتجي زوينة وبنينة. فران دهناها باش تشهي هادشي مزيان، ندير ليها هادو تبارك الله كتجي كاملة من الفوق ومن التحت. ندير لها هكا، غنحاولو نحطوها. كلهم كيجيو ما عندي ما نقولهاش. تبارك الله كيفاش كتجي هانتو، تجي شيشة زوينة خفيفة. نقطع لك معاه ثاني واحد اخر. شتي ديك الشوكولا فين كتجي هانتوما، هي كاوطوها